تصور حاليا الفنانة هند صبري مشاهد مسلسلها الجديد فيرتيجو بإحدى الكباريهات بالمقطم، حيث تضطر أن تعمل راقصة تبعا للسياق الدرامي للأحداث، وتجمع مشاهد الكباريه بين عدد من الفنانين منهم هند صبري ومحمد الشقنقيري ويوسف فوزي وآخرين بقيادة المخرج عثمان أبو لبن. مسلسل فيرتيجو تدور أحداثه حول فتاة تدعى فريدة تعمل مصورة فوتوغرافية تاخدها الصدفة لمشاهدة حادثة قتل حبيبها، وتبدأ في رحلة الكشف عن ملابسات تلك الجريمة. يشارك في بطولة فيرتيجو مي سليم ونضال الشافعي وأسامة عباس وسلوى خطاب وسيناريو وحوار محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن. كل واحد مستني المهدي المنتظر، مشكلة كل المصريين محدش عايز يدفع ثمن حاجة أبدا. مسكنات اللي عمالة تحقنيها في جدتك خلتك ما تبقيش حاسة بنفسك ولا حاسة حتى مين بيتحرق حواليك. محدش يقول لناس بنت دي شريفة. أشوفكوا بكرة تاني مع مصر وهي بتولع تاني. أني لما أموت مش هموت من المرض بتاعي، أني لما أموت هموت من المرض اللي عندكم انتوا.